يكون هناك حب لألعاب القوى، يكون هناك إقبال في عملية الممارسة. التصفية السادسة، فنزويلا كرواتيا ماليزيا غير موجودة، ترينيداد سنغافورة سلوفينيا الهند موجودة، تشيكيا حاضرة من خلال التصفية السادسة قبل الأخيرة في سباق 200 متر. يعني أمامنا كاتيوسكا ميلان من فنزويلا 25.7%، لكن حاضرة من قارة أمريكا. هذه شان الهندية شاهدناها في سباق 100 متر، تصل إلى النهائي على فكرة، وصلت إلى نهائي سباق 100 متر شان، لها زمن 23.76، نفس الزمن البطلة كيلي كلارك من ترينيداد 23.76. ايضا نريد ان نشاهد تصفية قوية، تصفية 200 متر عدوى. تنطلق هذه التصفية، التصفية السادسة قبل الاخير. هناك المنافسة الروسية، دخول قوي من الخلف للأمام، لكن إخفاق للهندية ودخول لترينيداد وتوباغو كمركز أول. كيلي كلارك من ترينيداد وتوباغو تدخل كمركز أول في هذه التصفية. 24-42، المهم التأهل. أربعة وعشرين ثانية، 42% جزء من الثانية لكيلي كلارك من ترينيداد وتوباغو. بقيت لنا التصفية السابعة والأخيرة، ننهي بذلك سباق 200 متر تصفيات للناشئات. ما زلنا في